تحياتي ليك يا كابتن ايمن ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ومعسكر فريق النادي الاهلي قبل مباراه الاهلي واسوان اللي هتكون في التاسعه مساء على استاد الاهلي والسلام. يا رب النهارده التوفيق يكون مع النادي الاهلي. من معسكر النادي الاهلي اقول لك يوم النادي الاهلي مش ازاي كابتن ايمن. طبعا الاهلي كان وجبه الفطار كانت في الساعه 11 صباحا، ووجبه الغداء كانت الساعه 3 عصرا، والمحاضره اللي اعلن فيها بستر بيتسو موسيماني التشكيل منذ قليل كانت في 5:30، والسناكس كان الساعة 6. مستر بيتسو موسيماني من المدربين اللي بيعلنوا التشكيل في ليلة في يوم المباراة، مش ليلة المباراة، يمكن من المديرين الفنيين اللي بيحب يعلن التشكيل في المحاضرة الأخيرة اللي بتكون في الفندق قبل المباراة بحوالي 2 أو 3 ساعات، فبيعلن فيها التشكيل اللي هيخوض باللقاء النهاردة. فاجئنا أو امبارح طبعا بعد تمرينة امبارح بأسماء كتيرة في قائمة المباراة، وعلى رأسها طبعا مصطفى شوبير اللي هيبدأ النهاردة غالبا بنسبة كبيرة جدا في مركز حراسة المرمى، مع حمزة علاء طبعا ومعاه طارق سليمان، ويمكن في وجوه جديدة النهاردة في المعسكر، بتكلم محمود متولي، كريم نيدفيد، محمد محمود، كوكا، يمكن كل دول ظهور أول أو يمكن ظهور ثاني أو ثالث بكتير جدا لبعض اللاعبين. يا رب بإذن الله اللي هياخد فرصة النهاردة يظهر بمستوى يليق بيه، ولو لا قدر الله ما ظهرش بالمستوى يعني الكبير طبعا نصبر عليه، لأن طبعا غايبين بقالهم فترات كبيرة جدا، ولكن بإذن الله يظهروا بشكل كويس، ان بقى لهم فتره بيتمرنوا وعاملين تمرينات ورا اروع ورا اجمل. ويمكن الجهاز الطبي كان ادى ضوء الاخضر للجهاز الفني، اللعيبه اصبحت جاهزه 100% لاداء التمرينات، فيا رب باذن الله اللي هيظهر فيهم النهارده او اللي هيشارك النهارده يظهر بشكل طبعا يليق بيه. النهارده طاقم التحكيم اللي هيخوض لقاء الاهلي واسوان مقوم من حكم ساحه سعيد حمزه، مساعد اول محمد عزازي، مساعد ثاني اسامه السيد، حكم رابع وليد الصياد، حكم فيديو النهارده محمد عباس قبيل، ومساعد الفيديو خالد الغندور. خالد الغندور، يا رب النهارده يكونوا موفقين النهارده في اداره المباراه، ويدوا للفريقين حقهم طبعا، وخصوصا حكام الفار النهارده يكونوا موفقين الى حد ما، ويدوا للفريقين حقهم طبعا، لان احنا عانينا في الفترات الاخيره من حكام الفار. يا رب النهارده يكون موفقين الى حد ما. خلاص بنتكلم في ختام مشوار الدوري، اخر مباراه للنادي الاهلي في مشواره المحلي. يا رب باذن الله بقى نستعد جدا لباقي البطولات اللي هتكون في الشهر القادم بإذن الله، ونتوج كالعادة بكل البطولات. عندنا أمل كبير جدا بإذن الله، وتفاؤل كبير إن الفترة الجاية بإذن الله البطولات أو معظم البطولات بإذن الله تكون من نصيب النادي الأهلي. دي كانت كل كواليس لقاء النادي الأهلي أو معسكر النادي الأهلي قبل لقاء الأهلي وأسوان. عودة ليك من جديد كابتن أيمن، اتفضل. شكرا جزيلا زميل العزيز شريف شعبان.